هاد المره خممنا على واحد الجزيئات اللي راهي في اللباس. حنا ماذا بينا فيستيفال يجمع كل الجزائريين ويمثل كل الجزائريين وكل الجزائريات والجزائريين يشوفوا نفسهم في هذا المهرجان، فخيرنا لابغودغي الطرز اللي في اللباس، لانه صحيح انه الفتله المجبود نلقاوها بالك في بوكو بلوس في الشرق الجزائري، القاطفه تاع جنوى نلقاوها بوكو بلوس في الشرق الجزائري، ولكن نلقاو لابغودغي تاع توكورت، لابغودغي تاع ادرار، تاع بشار، تاع تمنراس، تاع الجزائر القاره، المنطقه عندها الخصوصيه، الله يبارك، وكل منطقه لها خصوصيتها. سي بوغ سا في هذا الفيستيفال درنا فن الطرز بكل التفاصيل ديالو، باش غدوا حتى الرشمات الغرزات تقول لي القندوره تاعك اعطيني الرشمات ديالك واعطيني ليستوار تاع هذه الرشمات، منين جات، كيفاش جات، باسكو ما ننساوش انه هذا الطرز بوكو بلوس تطور، سيغتو لما نحكي على الفتله المجبوده التلك انتيل وهذو الامور، هذو تطوروا خاصه في القرن 14 15 كي كانوا بزاف التبادلات التجاريه. الجزائر انذاك كانت قويه وعندها بزاف منتوج في الجلد، كانت تمد الجلد وتدي القطيفه تاع جنوى، سي بوغ سا نلقاوها بوكو بلوس مستعمله في لا ريجيون دو ليست، يعني الخيوط الثاني خيوط الحرير كيفاش كانوا، الخيط الذهبي، الخيط الفضي الى غير ذلك. فخيرنا الجانب الاكاديمي لانه هو اون باز تاع عمل راح نقوموا به ان شاء الله في القريب القادم ان شاء الله، هو دو كري اون بلاتفورم نيميريك سور لا توني الجيريان وكل ما يتعلق بها. باوي سي تري امبورطون باسكو دركا دير ان فيستيفال 4 جور بصح النتيجه ابخي، باسكو لازم توثق الحاجه اللي تبقى للاجيال القادمه.